غياب تام ما زالت تعيشه محافظة المثنى بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، والذي ولد استياء لدى أبناء المحافظة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما اضطر البعض منهم إلى عدم البقاء في المنازل غير ملتزمين بإجراءات حظر التجوال. يعني احنا نشاهد تذبذب وعطل عشرات الأجهزة الكهربائية لدى المواطنين. يعني انت من تفرض حظر التجوال غير توفر وسائل الراحة للمواطنين من الكهرباء من الماء، زين هاي العالم وين تروح المواطنين؟ نقص ساعات التجهيز وصل لأكثر من 8 ساعات يوميا، معنيون عزوا الأسباب إلى انخفاض التيار وضعف الفولتية إلى عدم امتلاك المحافظة لمحطة 400 كيف التحويلية، والسعي إلى إدخال محطة جيل أمريكية المركبة إلى الخدمة وربطها بالشبكة المحلية، حيث لا تزال تعمل الكوادر الفنية على مواصلة التشغيل التجريبي للمحطة. هبوط الفولتية ما يعرف بهبوط الكيفي اللي أثر هو من العام الماضي والسنوات السابقة، أثر على أبناء المحافظة سواء يعني المواطنين أو الدوائر الخدمية والخطوط الحرجة بالمستشفيات ومضخات المياه تم تشخيصه. أكو مشاكل بالشبكة، مشاكل معقدة، مع دخول المحطة راح يصير توحيد بالإطفاء. يعني إذا دخلت المحطة عندنا ما راح نقول لكم مثلا تحسن او ما تنطفي بعد، بس راح نتعهد لكم انه بالرميثة وبالخضر وبالسماوة راح ياخذون نفس الطاقة. ولا تزال الكهرباء تمثل مشكلة ازلية لابناء المثنى التي تعد من المحافظات الغير منتجة للطاقة، نتيجة لعدم تنفيذ الحكومات السابقة لاي مشاريع بناء تحتية كهربائية لهذه المحافظة. غياب تام للتيار الكهربائي في محافظة المثنى يستمر لساعات طويلة وسط ارتفاع درجات الحرارة، مما يصعب على المواطن البقاء داخل المنازل والالتزام بحظر التجوال. للعراقية الإخبارية علي كريم، المثنى.